ينضم إلينا الآن الخبير في الشأن الإسرائيلي دكتور علي الأعور. تحيات دكتور، كل عام وأنت بخير. أهلا، تحياتي لكم وتحياتي إلى السادة المستمعين، تحياتي إلى الشعب الفلسطيني. نعم دكتور، نبدأ من قطاع غزة. يعني صلاة عيد الفطر المبارك على أنقاض المساجد التي دمرتها آلة العدوان الإسرائيلية، في مدارس الإيواء التي نزحوا إليها، وفي الساحات العامة تحت المطر. يعني بداية، ماذا تعلق على هذا الواقع؟ أولا بالتأكيد نتنياهو لم يعطي لشهر رمضان الرمزية، ولم يعطي أهمية لقدسية هذا الشهر المبارك، وقد شهدنا شهداء في خان يونس وفي مستشفى الشفاء وفي دير البلح وفي المنطقة الوسطى. أيضا إصرار الشعب الفلسطيني على صلاة العيد وعلى إقامة صلاة التراويح، أيضا بالتأكيد هو يدل على أن هذا الشعب ما زال صامدا، وأن نتنياهو لا يستطيع بأي شكل من الأشكال أن يحقق أي شيء من أهدافه، خصوصا أن نتنياهو الآن لم يحقق أي شيء سوى القتل والتدمير، وقتل الأطفال والشيوخ والنساء. نعم دكتور، يعني نشرت صحيفة هارتس العبرية مقالا جاء فيه إسرائيل تائهة ونتنياهو لا يعرف إلى أين يأخذها. ما دلالات هذا التصريح في هذا الوقت تحديدا برأيك؟ نعم بالتأكيد هذا التصريح مهم جدا، وكان خبر في صحيفة هارتس عندما قالت بأن القرار في داخل إسرائيل هو قرار يسود الارتباك والخوف والتخبط. بالفعل أنا قرأت هذا الخبر وكان خبر مهم جدا، يؤكد درجة الانقسام في داخل إسرائيل وفي داخل المؤسسة الأمنية، وأيضا يؤكد مرة ثانية على عدم قدرة نتنياهو على اتخاذ القرار، خوفا من بن جبير وسمطرش باليمين المتطرف، وأيضا خوفا على مصالحه السياسية الشخصية. إذا نعم هناك تخبط، هناك عدم القدرة على اتخاذ القرار، هناك ارتباك أيضا في اتخاذ القرار في داخل إسرائيل، ولكن أنا بتقديري كل هذه ربما المؤشرات لم تستطيع أن تقنع نتنياهو بالتوقف على الحرب، وبالتالي نتنياهو ذهب إلى اجتياح رفح وذهب إلى عملية عسكرية في رفح. نعم دكتور، قالت صحيفة يدعوتا حرنوت أن ضباطا في جيش الاحتلال يعتقدون أن هزيمة المقاومة في غزة لن تتم قبل عام 2026 أو 2027 في أحسن الظروف. ماذا تقرأ في هذه التصريحات بعد 187 يوما من العدوان الإسرائيلي المتواصل برا وبحرا وجوا على قطاع غزة؟ يعني هناك ربما بعض المؤشرات التي أصبحت واضحة للإسرائيليين. إسرائيل انسحبت من شمال غزة، من الذي عاد؟ عادت حركة حماس إلى شمال غزة، عادت حركة حماس التي ما زالت تملك السيطرة الأمنية السياسية الاجتماعية، حتى خطباء المساجد بالأمس في صلاة العيد عينتهم حركة حماس. هذا يؤكد مؤشرات كثيرة، وخاصة العمليات المقاومة التي ربما كانت في جباليا في حي الزيتون في خان يونس، أكدت مرة ثانية بأن حركة حماس ما زالت تملك القدرة على المقاومة. لا يحط سنين ولا يحط 26 ولا 27 ولا 25، المقاومة مستمرة. الآن بدأت تتضح معالم هذه الحرب، معالم هذه المعركة. نتنياهو يجب أن ينسحب، لأنه هو يريد الدخول إلى رفح كعملية رمزية ليؤكد الإسرائيليين أنه احتل قطاع غزة بالكامل وأقام حكم عسكري. ولكن أنا بتقديري كل خطط نتنياهو اليوم التالي على الحرب لم يتحقق منها أي شيء، وإسرائيل اليوم تعيش أزمة قانونية وانقسام قانوني وأمني. حتى قانون التشبيه للمتدينين، نرى أنهم بالأمس خرجوا في شوارع المظاهرات في القدس الغربية. على أي حال نتنياهو أصبح كما يطالب الأمريكيين، وحتى كما يتحدث الأمريكيين أصبح خارج المشهد السياسي. هل هذا يقود إلى انتخابات مبكرة داخل إسرائيل برأيك؟ كل الشعارات التي رفعها المتظاهرين كانت سقف عالي جدا، طالبت بإقالة نتنياهو، طالبت بانتخابات مبكرة، ولكن هذا ما تطمح له الإدارة الأمريكية. بالفعل توصلوا إلى قناعة بأنه يجب إزاحة نتنياهو عن المشهد. نعم أنا بتقدير إسرائيل ذاهبة إلى انتخابات مبكرة، لأنه لا يمكن أن ينور نتنياهو أكثر من ذلك في اليمين المتطرف من جهة، والمظاهرات في شارع كابلن ودزنغوف وشارع أيالون وشارع بيغن في القدس الغربية، وأيضا
أمام الضغط الأمريكي. نتنياهو الآن بفعل يعيش هذا الضغط، ولكن أنا بتقديري ربما نشر صفقة تبادل أسرى تخفف شيئا ما من الضغط على نتنياهو. نعم، في قضية أخرى، إيرلندا تعلن عزمها الاعتراف بدولة فلسطينية في الأسابيع المقبلة، كما يبدو رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز جاهزية بلاده للاعتراف بالدولة الفلسطينية أيضا، في وقت لمحت فيه أستراليا إلى ذات الموضوع أيضا. ما أهمية ما يجري على مستوى العالم الغربي في موضوع الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وكيف تتفاعل حكومة اليمين المتطرفة مع هذه الأخبار؟ يعني ربما قضية اعتراف إيرلندا وأستراليا وعدد من الدول، أو على الأقل أنها تؤكد أو تدرس مثل أسبانيا أيضا اعترافها بالدولة الفلسطينية، هذه المعركة السياسية نعم لها أهمية كبيرة جدا في الحركة الوطنية الفلسطينية، ولكن أنا بتقديري أن 7 من أكتوبر حقق ربما وله نتائج. حتى اليوم بلشنا نبدأ أن نلمس هذه الأشياء، وهي اعتراف العالم، أمريكا، بايدن عندما طرح حل دولتين. إذن نحن أمام تغيير شامل في الشرق الأوسط، نحن أمام تغيير شامل حتى في النظام السياسي الفلسطيني وفي النظام السياسي الإسرائيلي. ولكن بالتأكيد عملية الاعتراف ربما خطوة أمام الصراع السياسي والدبلوماسي مع إسرائيل، ولكن المعركة، دعني أخي نزار، المعركة في غزة، المعركة في حي التفاح، المعركة في خان يونس، في رفح، في حي الزيتون، هناك المعركة، هناك التاريخ يتم صناعته، هناك يتم صناعة النصر، وهناك يتم على الأقل النصر الذي ربما، والمعركة التي ندافع بها عن شرف الأمة العربية التي تخلت عنا في هذه الأيام العصيبة. نعم، كيف تفاعل يوم أمس المجتمع الإسرائيلي الداخلي مع المشاهد التي عرضتها القسام حول موضوع كمين الزنة الذي وثق بالصوت وبالصورة صراخ جنود الاحتلال داخل غزة، داخل خان يونس، وقيام المقاومة بالقضاء على عدد كبير منهم؟ كيف تابع الإعلام الإسرائيلي والمجتمع الإسرائيلي الداخلي هذه المشاهد القوية يوم أمس؟ نعم، أشكرك أخي نزار، هذه النقطة المركزية. بالأمس الإعلام الإسرائيلي كان كل تركيزه على هذا الفيديو الذي عرضته كتاب القسام، حيث إسرائيل يومها لم تعترف سوى بمقتل 3 جنود. بالأمس كان الفيديو له صدى كبير في داخل الإعلام الإسرائيلي. أولا كما جاء في صحيفة هارت أنها لم تثق بالأرقام التي يقدمها دانيال هاجاري الناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي حول أعداد القتلى في الجيش الإسرائيلي، الأعداد الحقيقية، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية يؤكد مرة ثانية أن المقاومة ما زالت هناك صامدة، وكما أشارت الصحافة الأمريكية وهيئة البث الإسرائيلية قناة 11 بأن حركة حماس حتى اليوم ما زالت تملك القدرة العسكرية تمكنها من المقاومة حتى سنة عام 2025. نعم، دكتور علي الأعور المختص في الشأن الإسرائيلي، شكرا لك على كل هذه التفاصيل والتحليلات، كنت معنا عبر الخط الهاتفي.